ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: من رآني في منامه فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. يدعي بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه في المنام وأعطاه وردا يكرره كذا مرة، أي يتعبد به ويخبر به الناس، وهذا ينافي الآية الكريمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهل يصدق مثل هذا أم يكذب؟ أما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقد تحصل، والحديث الوارد فيها صحيح، لكن هذا في حق من يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يعرفه في اليقظة ويعرف صفاته صلى الله عليه وسلم، إن الشيطان لا يتشبه به صفاته وشخصيته عليه الصلاة والسلام. من كان يعرفه حق المعرفة ويميزه حق التمييز عن غيره فهذا قد يراه في المنام. أما الذي لا يعرف صفات الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يميز شخصيته الكريمة عليه الصلاة والسلام فهذا قد يأتيه الشيطان ويدعي أنه الرسول صلى الله عليه وسلم ويضلله في دينه، فليس الأمر على إطلاقه. لا بد لمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون رؤياه صادقة إذا كان يعرف النبي صلى الله عليه وسلم ويميزه من غيره. أما إنسان لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف صفاته ولا يميز صفة النبي صلى الله عليه وسلم وشخصيته من غيره فهذا قد يلبس عليه الشيطان. وقد يأتي ويدعي أنه الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الناحية الثانية وهي أن الرسول علمه وردا الرؤيا، فهذا كما تفضل السائل هذا أمر باطل، لأن التشريع قد انتهى بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، ولا يرد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم تشريع شيء وزيارة شيء على ما كان قبل وفاته عليه الصلاة والسلام، لا ورد ولا غير ورد، فليتنبه لهذا. أحسن الله إليكم.